احنا اكدنا على مجموعة من النقاط. النقطة الاولى هو عمل هذه اللجنة، لجنة الوساطة والحوار، ينبغي ان تكون يعني تتميز بالاستقلالية الكاملة فيما تقوم به من عمل. احنا قلنا المناخ المناسب هو ان يصاحب الجهد المبذول تصاحبه عوامل تهدئة. الحكومة الحالية نحن لا نطعن في الأشخاص ولا ننتقد الأشخاص وليس لدينا أي حسابات مع الأشخاص، لكن القضية قضية منهج. مدام هذه الحكومة جات في ظروف معينة ونحن مقبلين على عهد جديد، ينبغي أن تكون أيضا الحكومة التي تشرف على العهد الجديد تكون حكومة جديدة. والحكومة الجديدة هي ماذا؟ هي التي تكون توافقية وذات كفاءات وتخدم الوحدة الوطنية. من ندعوهم للإشراف على الانتخابات ينبغي أن يكونوا من ذوي المصداقية، من ذوي المصداقية الذين يتميزون بأولا الكفاءة، ثانيا الحيادية الإيجابية، ثالثا المصداقية لدى المجتمع. الضمان لإنجاح الانتخاب هو الأساس، فأي ضمان يضمن لنا النجاح ولو كان يقول لي غدوة نعمل الانتخاب في ضمانات، أهلا وسهلا.